باشا. شكرا يا ابني. زين باشا. أمور. عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. وعزة جلالتي اللي أنا شايفك أربعة دلوقت، مش هستوعب منك أي كلام. اسمعني بس دقيقتين. وتعالى بكرة أوديك بدل الدقيقتين ساعتين تحكي لي فيهم قصة حياتك. أبوك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكرة. من احمد خير؟ يا ساتر يا رب. جتيله ده كلام تقوله لي على الصبح؟ وزياد بفين؟ طب هتنقلوه عن انهي مستشفى؟ طب يلا وصفت الطريق، مع السلامه. صباح الخير. في ايه يا حبيبي؟ لا مفيش، كمل النوم انت. اكمل النوم ايه؟ انا هقوم اعمل لك فطار. فطار ايه؟ عندي بلغ بجريمه قتل، طلع لي لبس بس. حاضر. السلام عليكم. معاون مباحث المركز زين الجناوي. سمعت الحاله المضروبه بالنار فين؟ زين باشا. أمري. كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في حاجة ضروري. فوت عليها بكرة أوديك. خبطت في دماغك ولا يا بنت؟ قلت لك فوت عليها بكرة. حرام عليك. شدني وتعبت دماغك. اللي في بطني. اللي في بطنك. جوزك اللي ضربك بالنار. سامعني؟ مين اللي عمل فيك كده؟ بعد اذنك لو سمحت، ده مش وقت تحقيق، اتفضل. اللي حصل يا دكتور؟ البقاء لله. يا ابراهيم يا عادل! جهزوا وقت عملات كتير! ولا بقى الاستاذ محمد بسرعه. غرفه عمليات ليه؟ ماتت ولا ما ماتتش؟ بسرعه. وهي بتقول لي لو اديتني من وقتك دقيقتين كان زماني على وش الدنيا، وكان زمان ولدي ما تيتمش. هون على نفسك يا حبيبي. انت ما كانش في يدك حاجه وما عملتهاش، ريح ضميرك. وهي ما سابتش في عمرها دقيقه واحده عشان خاطري يا ولدي. قوم نام، ريح نفسك وسيبها لله. ونعم بالله. دلوقتي اما مصير الطفل ده دار الرعايه، وانت عارفه دار الرعايه عندنا حالها ما بيصرش لعدو ولا حبيب، فكنت بفكر اكتب طلب
واجيب الطفل ده يتربى عندنا في البيت هنا. طفل مين يا زين؟ الطفل اللي كنت حكيت لك عنه اللي امه اتقتلت. كنت بفكر يعيش عندنا في البيت. انت عارف يتيم الام ومصير الله اعلم بيه. لا طبعا ما ينفعش. احنا مش عارفين الطفل ده ممكن يكون وراه ايه. خصوصا ان امه ماتت مقتوله. عارف يا ولدي لو ابوك عايش كان جاب الواد هني وتربى معانا. هات الواد وانا اللي هربيه. هو انا طول ابقى جار الرسول كهاتين كده هوت في الجنه؟ والله يا ام انا شفت ولا اشوف بطيبه قلبك. روح يا شيخه ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. ربنا يخليك ويبارك فيك. حافظ عليك يا ولدي. ايه المسخره دي؟ بيت الجناوي زاد راجل. سمي الله يا ام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عيني عليك يا ولدي. ذنبه ايه يتيتم بدري؟ ذنبه ايه العيل ده يبقى مصيره كده؟ مصيره يبقى زي الفل يا ام. ده اتربى بيت الجناوي وانا عارف انك هتراعي ربنا فيه. كانك طيب يا ولدي. برضو عملت اللي في دماغك يا زين؟ خلاص بقى امر واقع. اتكلمنا في الموضوع ده بدل المره الف يا فيروز. ايوه بس ما كنتش متخيله انك هتعمل كده بالسرعه دي. فيروز بتتكلم صح. وايه يا زين؟ كتبته على اسمك؟ استغفر الله العظيم. أنا عمري ما أعمل حاجة تغضب ربنا. أنا ما تبنتوش. أنا اخترت له اسمه بس. سميته صالح يا أم. على اسم أبويا زين؟ ولو بيد أسمي أي طفلة اتولد في البلد دي صالح على اسم أبوك. ربنا يخليك يا ولدي ويبارك في عمرك وفيك ويرزقك بالذرية الصالحة زي ما خليت اسم صالح يتقال في بيته كأنه ما ماتش. وهم دلوقتي هم عايزين واحدة بترضع في البلد عشان ترضعه. شوف كأنه جعان. فرحانة بنت يا فرحانة. نعم يا ست. تعالي هنا. عايزاكي تشوفي واحدة لسه والدة جديد تكون صحتها كويسة عشان ترضع صالح. من عيني يا ست. صالح صباحه على خير. وانت من أهل الخير. أنا ما بقيتش فاهم حاجة. تصبح على خير. الحمد لله. شفت حلو كيف يا ولدي؟ ربنا يخليك ويبارك فيك يا ولدي. الحمد لله يا أم. صباح على خير. وانت من أهل الخير يا ولد الخير. زين أول مرة من ساعة ما عرفتك تكبرني على حاجة. علشان أول مرة من ساعة ما عرفتك يا فيروز تبقى غلط. بس أنا بنت برضو يا زين وعندي مشاعر ومن حقي عليك إنك ما تجرحنيش. إحنا لو كنا بنخلف كنت هتتبنى الولد ده؟ أولاً ما تبنتوش. ثانياً بيت الجناوي طول عمره مفتوح للي ملوش ظهر. ثالثاً وده اللي عايزك تفهميه إن أنا لو مخلف 10 عيال كنت هجيب الولد ده هنا برضو. طب عشان خاطري بس احنا ممكن نوديه لأحسن دار أيتام في مصر. أنا أعرف دار أيتام في المعادي على مستوى عالي جدا وممكن نراعيه هناك لغاية ما يكبر. فيروز أنا لو أمي قالت لي أنا الواد ده في البيت هختار الواد ده. وكلامي خلص في الموضوع ده. طب أنا محتاجة أروح لأهلي كام يوم كده أريح فيهم أعصابي. وأنا مش فاضي. خلاص يبقى أسافر لوحدي. ومن إمتى وأنت بتسافر لوحدك وكل بتروح حتة لوحدك؟ من ساعة ما بقتش تراعي مشاعري يا زين. طب استهدي بالله وغزي الشيطان يا فيروز. ادوني اجازه من الشغل. يعني هتيجي معايا؟ ولو ما كانوش ادوك اجازه ما كنتش هتسافري. طب انا عايزه اقول لك على حاجه. انا كل اللي انا بعمله ده شغل اطفال يعني. يعني لو كنت نشفت دماغك وصممت ان انت ما تجيش معايا كان كل الهدوم دي هترجع الدولاب تاني. عارف ومتاكد.
مش عايزك تزعلي مني. الفترة اللي فاتت كان مزاجي زي الزفت. عارفة وحاسة بيك والله. عشان كده كنت بحاول أطلعك من اللي أنت فيه. بعدين العيل الصغير اللي تحت ده ملوش حد غيرنا بعد ربنا. أنا كنت فاكرك هتكوني أول واحدة هتفرحي لما قلت إن أنا هجيبه هنا. علشان عارف إن مفيش قلب أطيب ولا أطهر من قلبك. أنا كان نفسي أول طفل أشوفك بتختار له اسم وتهتم بيه وتدلعه يكون ابننا. لما شفتك جبت الطفل ده وفرحان بيه حسيت إن أنت خلاص فقدت الأمل إننا نخلف، مع إني لسه عندي أمل كبير في ربنا إننا هنخلف إن شاء الله. وأنا كمان عندي أمل كبير في ربنا يا رب إن شاء الله. والله يا أما من فجر اللي خلفوني ولدك اللي مسك القضية إن شاء الله لبسة لبسة. ربنا يعينك يا ولدي. قلبي كان حاسس إن القاتل من بيت هتلر. طب هما يلبسوها كيف يا زين من غير دليل قوي؟ الدلالة هتظهر واحدة واحدة يا طه. ده مجرد خيط بسيط اللي أخوك ماسكه ده. وبكده أكيد هتعرفوا مكان أهل الولد فين. إن شاء الله يا فيروز. يا رب ما يظهروا عشان صلاح يفضل معانا. حرام الولد يعيش بعيد عن أهله. إن شاء الله هتلاقوا أهله وهياخدوه. كل همك إن الواد يمشي وبس. أنت شايف كده يا زين؟ أيوه شايفك ده. بنتكلم على حق الست اللي اتقتلت وأنت كل اللي فارق إن نلاقي أهله عشان يمشي. احنا في ولا في ايه؟ معلش معلش غصب عنا رحنا يا اخوي. طيب خاطر عشان خاطر امك عشان خاطر يا ولدي. تصبح على خير. تزعليش اني اتعصبت عليكي. اوعى تفتكر يا زين اني ما بحبش الاطفال زيك واكتر. اوعى تفتكر اني ما نفسيش يبقى عندي بيبي واتنين وتلاته. بس المفروض اللي يتضايق ويتاثر هو انا، لان المشكله عندنا. الدكتور قال ان انا اللي ما بخلفش. مفيش فرق بينا يا زين. انا عمري ما فكرت في الموضوع كده. أنا بفكر إن إحنا الاتنين عندنا مشكلة ولازم نعديها. والعيال اللي مالوش حد غيرنا بعد ربنا هو اللي هيمنعنا نعديها؟ آه يا زين. ليه؟ لأن طول ما هو موجود مش هنعرف ننسى. المشكلة هتفضل قدامنا طول الوقت. ده السبب الوحيد اللي مخليك رافضة وجوده؟ آه يا زين.